طبعا يا ريتنا نلتزم الهدوء لانها رحمه لحظه فارقه في تاريخ الكنيسه. اسماء الاطفال اللي القرعه اصابتهم امبارح: يوسف، مكرم، سليم. جزء من الاصحاح الاول من سفر اعمال الرسل. نقف بهدوء، نقف بهدوء. من سفر الأعمال: بركاته علينا أمين. فينبغي أن الرجاء الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل يسوع، دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معه، شاهدا معنا بقيامته.